برحب بحضرتكم من جديد. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفاليه المراه المصريه قال كلام في منتهى الاهميه عن كيفيه الكلام وضبط لغه الحوار في الحديث مع المراه، وده اللي هيخلينا النهارده نناقش الموضوع ونتعرف على قواعد الاتيكيت اللي نتعامل بيها مع الست المصريه في حياتك، والدتك، مراتك، زميلتك في الشغل، اي سيده تكون موجوده في حياتك. كل ده هنتعرف عليه دلوقتي مع الاستاذه هند المؤيد خبيره الاتيكيت المنورانا النهارده في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي. يا اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الفل على مصر واهل مصر الطيبين. صباح الخير على حضراتكم. اهلا بيكم. وشفتي ازاي امبارح السيد الرئيس هو بيتكلم عن ازاي المفروض التعامل مع المراه، يعني شفنا له جزء وهو بيتكلم عن المفروض تحط ايدك ورا ظهرك وانت بتتكلم مع الست، يعني زمان كنا بنشوف الحاجات دي، النهارده شفتي ازاي كلام السيد الرئيس عن المراه؟ اولا انا سعيده ان انا معاكم النهارده وفرحانه جدا ان انا بتكلم على حاجه زي كده لان ده فخر كبير لمصر. احب الاول اتوجه بالشكر لفخامه الرئيس على المجهودات اللي الدوله بتقوم بها من اجل المراه تحت اشرافه طبعا توجيهاته. كمان اعتقد ان سلوكه كان واضح جدا امبارح في المؤتمر، يعني مثال عظيم ومثال يحتذى به ان هو بيحترم المراه ومقدر مكانتها في المجتمع. كمان اعتقد ان الرساله واضحه ومباشرة وقوية في إنه مكن المرأة من مراكز كبيرة في الدولة، فطبعا الرسالة واضحة جدا. طيب عظيم، وده كان واضح زي ما قلتي في اكتر من مشهد امبارح، حتى ست مكه لما قالت له انا عايز اسلم عليه فقال لا انا هجيلك. طبعا فاحنا عايزين نتكلم مع الناس واتيكيت التعامل مع المراه وازاي ده بيختلف من شخص قريب مني، لكن برضه لازم يكون في اتيكيت، يعني حتى لو زوجتك او والدتك لازم يكون في اتيكيت برضه في التعامل. بص هقول لك حاجه، هي كل حاجه نابعه من البيت، نابعه من الام، هو لازم يكون في مبادئ وفي كده توجيهات لاولادها. الاب هو بيحترم زوجته قدام اولاده، انت نفسك وانت بتحترم والدتك قدام اولادك، دي كلها رسائل لاولادك لازم طبعا. اكيد المراه طبيعتها، اولا المراه مالتي تاسكس، يعني بتقدر ان هي تقوم بمهارات كتير قوي، بس ده ما بيديهاش الفرصه ان هي تكون زي ما نقول ان هي تات اتات او بالنديه مع الرجل. المراه بطبيعتها كائن حساس وكائن كده يعني والله رقيق جدا، فهي بتتطلب منك انك انت تكون لطيف في التعامل معها، هتاخد عينيها تات اتات حرفيا راس براس، يعني ما بقاش بس راس هي براس. مش تات اتات براس يعني راس براس مع الرجل، لا هي مالتي تاسكس، يعني تقدر انها تعمل مهارات كتير. الست تقدر تدي حاجات كتيرة قوي، تقدر تربي، تقدر تشتغل، تقدر تعمل كل حاجة، ولكن هي محتاجة أسلوب مهذب بس انت هتاخدي عينها. طب أنا عايزة أسأل حاجة سؤال، انت قلتي حاجة مهمة قوي في الأول ان هي أخلاق أو هي سوري البيت نفسه. فهل في وجهة نظرك أنه تعامل الشيك أو الطبيعي المفروض يعني المهذب مع المرأة ده اتيكيت ولا أخلاقيات، وإزاي نقدر نعمم ده على المجتمع؟ التعامل مع المرأة هي طبعا أكيد سلوكيات إحنا بنربيها بنتربى عليها بنغرزها جوه أولادنا، وده طريق طبعا عن طريق زي ما حضرتكم تفضلتوا أن أنتوا بتعملوا فقر عن السلوكيات. كمان القوة الناعمة عليها دور كبير قوي أنها دايما تلقي الضوء على السلوكيات والمبادئ والأعراف وقيمنا احنا اللي احنا تربينا عليها، ده شيء مهم جدا. القوى الناعمه، التمثيليات والافلام، ده شيء. تاني حاجه انا شايفه ان السلوكيات بشكل عام مش بس التعامل مع المراه ولكن بشكل عام ان احنا نعممه في مجتمعنا، نفسي قوي ان يكون في مناهج تدرس في المدارس، احنا ناخد الاولاد من هم صغيرين ونبدا ان احنا نحط لهم المناهج اللي يقدروا يستوعبوها، ومن ثم نكبر بالمناهج حسب الفئه العمريه. عظيم، ده خليني اعرف اتعامل مع اختي واحنا لسه اطفال، بعد شويه اعرف اتعامل مع زوجتي، بعد شويه اعرف اتعامل مع زمايلي، اعرف اتعامل مع زمايلي في الشغل، فده برضو يقودنا ان احنا نتكلم ازاي اتعامل مع زميلتي في الشغل. في الشغل احنا دايما بنقول ان مفيش فرق ما بين الرجل والمرأة، ولكن بطبيعة الحال المرأة بتحب التعامل بشكل لائق ومهذب. في بعض المدارس بتقول انك انت مش هتقوم تقف لها او تفتح لها الباب، ولكن في مدارس تانية بتقول لك ان الست ست في كل الاحوال، هي عايزه تحس بالامتنان او عايزه تحس بكونها كائن رقيق او انك تحترمها تبجلها. فطبعا هو ان احنا نتعامل معاه بمنتهى الادب، صوتك ما يعلاش، الحفاظ على المساحه الشخصيه بيني وبين زميلتي، ما ينفعش ان انا اتلفظ بالفاظ خارجه او اقول الفاظ تخدش حق المراه. يعني طبعا في حاجات تصرفات كتيره قوي مهم ان احنا نهتم بيها. انا شايفه كمان التصرفات دي مهمه جدا زي ما حضرتك قلتي، لكن حابه اعرف منك ازاي الامهات تقدر
تخلي أولادها الولاد الصغيرين يتعلموا إزاي يتعاملوا مع البنات صح، يعني إيه التعليم الصح للولاد دول في سن صغير؟ بصي، انا وانا بربي بنتي ما بحبش ابدا ان انا اربيها على ان هي تتكلم مع اخوها بشكل غير لائق، وفي نفس الوقت برضو ما بخليش اخوها يكلمها بطريقه فجه او ان هو يطلب منها حاجات لان هي البنت فانت تقدري تعملي له كل حاجه لان اخوك الكبير. لا، انا دايما بربي ابني على انه يحتوي اخته ويكون مصدر الامان لاخته ويعمل لها كل اللي هي عايزاه ويكون موفر لها ان هو سند ليها في الدنيا يعني. فهي طريقه التوجيه والتربيه كمان هو بيشوف ابوه هو بيتعامل معايا. خلي بالكم ان البيت هو اساس كل حاجه، التربيه، التوجيهات، القوى الناعمه زي ما قلنا، المدارس. احنا لازم نتكاتف بشكل كامل ان احنا نحاول نطلع جيل نافع للمجتمع. هي ما فيش حد بيقدف لوحده، الام ما بتقدفش لوحدها ومش المدرسه كمان، المجتمع عليه دور كبير قوي انه يبدا يلفظ اي تصرف خارج. انت النهارده تقدر تعمل هايلايت على اي تصرف في اي مكان عن طريق السوشيال ميديا، انت ممكن تبلغ، ممكن تعمل اي تصرف وبيوصل بمنتهى السهوله، وبنلاقي ردود افعال جاده في اي تصرف مش مظبوط. فكل الموضوع ان احنا منظومه كامله متكامله لازم كلنا نشتغل على حاجه زي كده. طيب ازاي اتعامل مع سيده انا ما اعرفهاش في الشارع، اتقابلنا في مواصله عامه، شفت سيده كبيره محتاجه مساعده، ايه الاتيكيت اللي المفروض ان الراجل يعمله في حاله زي دي؟ انت عارف انا نفسي في حاجه وشفتها بره كتير ونفسي قوي انها تطبق. دايما انا علشان اتبع سلوك معين اكيد بيبقى في توجيهات، كمان في ارشادات. يعني مثلا خلينا نقول ان في المواصلات العامه، هو في ايه المشكله ان احنا نكتب مثلا الاولويه للسيدات وكبار السن والاطفال مثلا. ان دايما يكون في ارشادات للمواطن ان هو بيقول له ان في حق المواطن. بس اعتقد ان دي اخلاقيات، يعني دي حاجه انسانيه المفروض ان احنا كلنا متربيين عليها، ان انا اشوف واحده ست كبيره او اي بنت واقفه في مواصله بالتاكيد لازم اقوم عشان هي تقعد. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، هو مش ضعف منك، بالعكس دي شهامه ومروءه منك، انت كرجل مسؤول وقوي، انت هي اضعف منك زي ما احنا بنقوم لكبار السن. لو احنا بنقوم لكبار السن فانت دايما بتشوف الشخص اللي اضعف منك بدنيا يعني، وانك بتحترمه، مش انه انا مش عايزه الراجل ان يشوف ايه ده بقى احنا هنقوم لها، ولا بالعكس دي قوه منك يعني. طبعا واجب عليك كمان مروءة. صح، لو شايفه شايله حاجه واجب عليك انك تساعدها، لو ماشيين في شارع واجب عليك تحط ايدك ورا ظهرك وانت معدي، دي حاجات. ولو ست كبيره طبعا اكيد، ولو طفله صغيره لازم طبعا، اكيد لازم طبعا لازم السلوكيات دي تبقى موجوده. وبرده التوجيهات والارشادات اللي موجوده في كل مكان. في كمان مواصلات احنا شفناها قبل كده بره، انه دايما بتلاقي المنطقه الاولى لكبار السن واللي هي في النص بتبقى لزوايا الهمم واللي ورا للشباب. دي حتى التقسيمه نفسها ان كل واحد عارف مكانه دي. طيب لو رجل النهارده اختلف مع اخته او مراته، طريقه تعبير عن اختلافه دي بتبقى ازاي؟ العتاب. بصي، العتاب ليه سلوكيات، ليه اتيكات في التواصل. اول حاجه انا بطلب منك انك انت تهدي شويه، حاول دايما في اي موقف ان ما يكونش رد فعلك سريع، يعني نهدى شويه اللي هي وقزمونا الغايه طبعا دول في الجنه، نهدى شويه ونحاول ان احنا نستوعب الموقف. مواقف كتيره قوي انا ببقى زعلانه وبيبقى معايا الحق، لكن انا وانا بتكلم وانا زعلانه صدقيني هتغلطي. الكلام ممكن ما يوصلش بشكل مظبوط. فالاول ان احنا نهدى شويه، تاني حاجه وانا بعاتب الشخص اللي قدامي في طريقه حلوه جدا، وانا بعاتب اولا بختار تون صوت مريح، لان تون الصوت كنت لسه هقول لحضرتك انه دلوقتي انت من اول الحلقه بتتكلمي بصوت واطي، كنت انا وشازي صوتنا اعلى شويه، بعد كده احنا وطينا صوتنا احنا الاثنين عشان نمشي مع تون الصوت. انت عارفه تون الصوت ده بيدي اريحيه للشخص اللي قدامك انه يسمعك. صح. انما لما الصوت بيعلى، في عارفه لما يقول لك صوته مريح الرساله بتوصل. في تون صوت لما بيعلى شويه اللي قدامك غصب عنه، لا غصب عنه هو بيفهم انها خناقه. ايوه صح. وانا ممكن ما اكونش قصدي، انا ممكن يكون تون صوتي عالي، ولكن اول ما ابدا يقول لك انت بتتخانق ليه؟ احنا بنتكلم بالراحه. فطبعا اختيار تون الصوت كده يكون هادي شويه، المكان يكون مناسب ان احنا نتكلم فيه، ما يكونش بقى قدام الاولاد الصغيرين، ما احنا بقى عمالين نقول اهي مبادئ وقيم واحنا بنربي اولادنا، فمش عايزين الخلافات توصل لهم ابدا. تاني حاجه، لان دايما خلي بالك الاب والام دول قدوه، فبلاش تهزوا القدوه دي، يعني خليهم دايما يشوفوا الجانب الكويس. تاني حاجه، انا وانا بعاتبك بقول لك امتيازاتك الاول، الميزات اللي عندك الاول. يعني انا عارفه طبعا لو الزوج او الزوجه او زميلي في الشغل او زميلتي في الشغل، انا ببدا اقول
الميزات اللي عند الشخص الاول. يعني انا عارفه انك ملتزم وانك اسلوبك لابق وانه كذا كذا، ولكن في تصرف في موقف معين صدر وانا اتضايقت منه. يكون العتاب وما نقعدش بقى نكرر فيه، ما تكررش فيه بقى خلاص. يعني انا متضايق منك في موقف معين واحب انه ما يتكررش مره ثانيه، خلاص خلصت. بصوا في مثل انا شفته، في حد يقول لك عايز تكبرها هتكبر، عايز تصغر هتصغر، حسب انت عايز الحياه تمشي ازاي بالظبط. طيب عظيم جدا. واحنا بنتكلم اتكلمتي في نقطه مهمه ساعه ما كنا بنتكلم عن اداب التعامل واتيكيت التعامل مع زميلتك في العمل، قلتي يعني للبنات تحب مثلا يفتح لها الباب او كده. لو هو جنب، انا مش عايزاه يقوم من مكانه ويروح يفتح لها الباب. لو انا جنب الباب لو انا جنب الباب هيقول لك هو تات تصرف شيك وراقي، تصرف شيك عظيم. ده بشكل عام يعني، حتى لو خارجين في مطعم دي حلوه قوي على فكره. احنا العربيه، باب العربيه دي بتفرق معانا طبعا، بتفرق معنا جدا يا جماعه. انا عن نفسي بعملها. انا عايزه اقول للراجل ده مش ضعف منك، دي شهامه ومروءه، جنتلمان، راجل فعلا يعني عارف اللي هو فعلا ما عندوش اي مركبات زي ما بيقولوا، يعني انه لا ايه المشكله ان انا افتح لها الباب، ايه المشكله ان انا اتكلم معاها بلطف، وهو معروف ان انت اللي اقوى في كل حاجه، ايه المشكله يعني. يعني انا حبينا كمان نقسم النماذج دي. احنا اتكلمنا عن زميلتنا في العمل وعن مراتنا وعن اولادنا، ازاي اتكلم مع والدتي. ساعات كتير بنقع في غلط انه لو مامتنا قريبه شويه في السن، مش اكبر مننا بكتير، انه يبقى فيش باوندريز او مفيش حدود شويه، بقيتش اشوف زي الاول حضرتك والكلام ده، الكلام المهم اللي لازم نحطه في الكلام. فازاي اتكلم مع مامتي؟ بص بقى، امك ثم امك ثم امك، يعني دي مش انا اللي هقول عنها يعني. لازم صوتي يبقى واطي، لازم تكوني بتسمعي لها، لو هتعترضي في حاجات لازم بادب وخلاص. لو هي مصممه على قرار انت تقولي حاضر ونعم، لازم تبقي دايما يعني تسمعي كلام مامتك، اصل مين في الدنيا هيحبك اكتر من امك يعني. فلا طبعا التعامل يكون بادب. مفيش مشكله ان الام تبدا تنبه اولادها انه حضرتك، قولي حضرتك بعد اذنك يا ماما. طب وطي صوتك، طب خلاص لما تهدي ممكن نتكلم مره تاني. يعني دايما الام لازم تكون هي الميزان اللي بيفصل ما بين الغلط والصح. انا ما ينفعش ان انا اسيب اولادي ان هم يتعدوا حدودهم معايا، اقول اصل بصوا بقى هم مش مؤدبين. طب ما انا فين؟ انا دلوقتي الموضوع ده محتاج حلقه كامله، لان كمان تون الصوت ده مهم قوي من الاثنين. بس للاسف وقت حلقتنا خلص النهارده. الاستاذه هند المؤيد خبيره الاتيكات، انت نورتينا وفدتينا جدا جدا، وبنتمنى ان احنا كمان نكون في الفقره دي فدنا ناس كتيره بيتفرجوا علينا النهارده، لان فعلا كانت مهمه قوي. أشكرك، ميرسي جدا، ميرسي. شكرا لحضرتك، شرفتيني يا فندم، ميرسي قوي.